السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من استديوهات قناة عدن، والبداية بأهم وأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلتقي السفير الإماراتي لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وصول أكثر من 19,000 حاج إلى مكة المكرمة منذ بداية التفويج عبر ميناء الوديع البري ومطار جدة الدولي. دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإرهابية في سماء محافظة مأرب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير الدولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد حمد الزعابي، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات في الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية. وثمن مجلي المواقف الأخوية الصادقة للقيادة السياسية بدولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهم شيوخ وشعب الإمارات الشقيق، مثمنا مساندتهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي بأن الشعب اليمني يقدر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في سبيل استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية والدولية ذات الصلة، وتحديدا القرار 2216. وشدد مجلي على أن السلام الذي ينشده الشعب اليمني لإنهاء العنف والاقتتال والحرب التي بدأها الحوثي بدعم من إيران في 2014 بمحافظة صعدة واستمر فيها حتى اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام ذاته، ما يزال خيارا استراتيجيا للشرعية وبما يلبي طموحات الشعب اليمني وينسجم مع المرجعيات وإنهاء سطوة الميليشيات على العاصمة صنعاء. وأشار مجلي إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تصعيدها العسكري ومحاصرة الشعب اليمني باستهدافها للمنشآت النفطية ومنع التجار ورجال الأعمال من الاستيراد عبر الموانئ ومحاصرة ناقلة الغاز بمأرب وفرض إتاوات وقيود على الأعمال التجارية ونهب الرواتب ومصادرة الحقوق وآخرها أموال وودائع المواطنين في البنوك التجارية بصنعاء بعد أن جمدتها خلال 8 أعوام، وهو ما يؤكد استمرار هذه الميليشيات في نهجها المتطرف الذي يعيق أو يعمق من معاناة اليمنيين. بدوره عبر السفير الإماراتي عن سعادته باللقاء ونوه بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي يتمتع بها الشعبين اليمني والإماراتي، مؤكدا حرص القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف مع الشعب اليمني في مختلف المجالات. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد حسن صالح الزبون الذي وفاه الأجل مساء الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشاد عضو المجلس الرئاسي بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وما عرف عنه من خصال حميدة تمثلت بحسن السيرة والسلوك ودماثة الأخلاق وذكائه وشجاعته، ما جعله يحظى باحترام وتقدير القيادة السياسية والمجتمع، وأثنى على ما قدمه الفقيد خلال مشوار حياته الأمني الحافل بالعطاء والتضحية والإخلاص للوطن من خلال عمله في مناصب قيادية في البحث الجنائي التي تبوأها بكفاءة واقتدار مخلفاً بصمات في اكتشاف الجرائم وضبطها، ما أسهم في استقرار الأمن. وعبر البحسني عن بالغ الحزن والأسى برحيل الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد الزعابي، وفي اللقاء رحب البركاني بالسفير متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه ومثمنا الدور الذي يقوم به لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات. في هذا الظرف الخطير الذي يعيشه اليمن في مواجهة الحوثي والمشروع الإيراني وما تعانيه اليمن من أزمات ومشاكل واختلافات بينية تؤثر على الصف الوطني في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني وتؤثر على استقلال الدولة اليمنية وتلاحم القوى الوطنية، مؤكدا على الدور البارز لدولة الإمارات مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثي والمشروع الإيراني، وقدموا الدماء والأموال والجهد السياسي لنصرة إخوانهم في اليمن ودعم شرعيتهم ونظامهم الجمهوري واستقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وهو دور مقدر ولا يستطيع أحد جحوده أو نكرانه. وقال أن قيادة المملكة العربية السعودية كان ولا يزال هو الحصن الحصيل للحفاظ على اليمن وإسقاط المشاريع المشبوهة والسلالية، والإمارات العربية المتحدة مدعومين لإنقاذ اليمن من الوضع الاقتصادي المتردي بعد أن قام الحوثيين بمنع تصدير النفط من خلال ضرب ميناء الضبة على مرأى ومسمع من العالم، والاستفادة من موارد الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة والمناطق الأخرى، وفقدان الشرعية للموارد الرئيسية التي كانت ترفد الخزينة العامة للدولة، وأن خيار السلام المطروح اليوم هو الخيار الأمثل، لكن الحوثي لم يكن شريكا جادا في عملية السلام، وأن الأطماع الإيرانية لا حدود لها، وأن التصرفات الحوثية لمن يعيشون تحت سيطرته والجوانب الاقتصادي والاستثماري والبنوك وأموال المودعين والجبايات الظالمة التي ينهبها الحوثيين وينتزعون اللقمة من أفواه الجائعين تدل على فظاعة تلك العصابة الإجرامية وعبثيتها، وإنها غير آبها بالسلام، ومن خلفها إيران، وأن خيارات السلام لم تكن محل قناعتهم لأن مطامحهم أكبر بكثير ولا حدود لها. من جانبه أكد سفير أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعملوا بكل جهد وثقة متبادلة وتعاون ومواقف مشتركة هدفها إنقاذ اليمن واستعادة شرعيته والحفاظ على النظام الجمهوري والدولة اليمنية على كامل ترابها الوطني، وأن قيادة الإمارات والمملكة يرون في استقرار اليمن وتخلصه من هذه العصابة استقرارا للمنطقة والمياه الإقليمية والدولية، وأنهم حريصون كل الحرص على تحقيق السلام ودعم دور الأمم المتحدة والتأكيد على المبادرة السعودية ودورها في عملية السلام، وأن الوضع الاقتصادي من القضايا الرئيسية التي تعمل الإمارات والمملكة على دعمه وإخراج اليمن من أزمته وتحقيق الحد المطلوب من العيش بكرامة لأبنائه وتوفير الحاجات الضرورية وإصلاح مختلف الأوضاع وتدفق الاستثمارات وتحسين الخدمات. بعث رئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى اللواء الركن المفرح محمد بحيبح وإخوانه وكافة آل بحيبح وقبيلة مراد بمحافظة مأرب، عزاه خلالها بوفاة شقيقه الشيخ حسن محمد بحيبح الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد الدكتور بن داغر بمناقب الفقيد الوطنية وأدواره الاجتماعية وحبه لعمل الخير وإصلاح ذات البين، معربا عن بالغ الحزن والأسى في رحيل الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة. وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة 9 أعوام ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين والمقدرة بمئات المليارات لتحولها لأرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات
والكهرباء والمياه. وأشار الأرياني إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تفاقم المعاناة الإنسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي وإفلاس القطاع المصرفي وإغلاق البنوك التجارية، وتندرج ضمن مساعي الميليشيا لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها. بلغ عدد الحجاج اليمنيين الواصلين إلى مكة نحو 19,466 حاجة منذ بداية التفويج. وأوضح وكيل وزارة الأوقاف وإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش خلال استقباله في مكة عددا من حجاج اليمن القادمين أن آخر أيام التفويج سيكون في 29 من ذي القعدة، وأن التفويج يسير بكل يسر وسهولة. الليلة نستقبل مجموعة من حجاج الجو الذين وصلوا قبل قليل إلى الأراضي المقدسة من مطار عدن، وبالأمس استقبلنا أيضا حجاج البر، ولم يبقى إلا يومين للتفويج ويكتمل العدد. وصل من حجاج الجو حوالي 4,600 حاج جاءوا جوا، وخلال اليومين القادمين سيكتملون إلى قرابة 6,000 حاج جوا، إضافة إلى الحجاج البر الذين وصلوا ما يقارب 14,600 حاج جاءوا برا، وخلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى سيكتمل التفويج وفق الخطة المرسومة للتفويج من قبل المختصين في قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد. كما نشير إلى أنه بتسهيلات وتعاون كبير من قبل الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا، هناك تسهيلات كبيرة لتفويج الحجاج عبر مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة، ويجري التنسيق الآن خلال يومين الماضيين بين الوكالات الحج والخطوط الجوية اليمنية لترتيب رحلات الحجاج من صنعاء إلى الأراضي المقدسة. ونشكر كل من سعى وسهل ووجه لخدمة ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، فلهم منا خالص الشكر والتقدير. أنا الحاج حيدر سالم علي بافقي من محافظة أبين، وصلنا إلى مكة المكرمة وطفنا، ونشكر الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف تيسير من الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف في تسهيل الحجاج. نحن بحمد الله وفضله وصلنا مكة المكرمة، نسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال، والحمد لله وصلنا بحمد الله وسلامته، وأتينا مناسك العمرة وإن شاء الله نؤدي مناسك الحج. الباص حقنا صباح من المطار، والحمد لله تمت إجراءات الاستقبال في المطار وحتى وصلنا إلى الفندق والحمد لله. إلى ذلك، أكد مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري استمرار تفويج حجاج بلادنا عبر ميناء الوديعة بوتيرة سلسة ومرنة وسط جهود تبذلها الطواقم الفنية والصحية العاملة في الميناء بالتنسيق مع الأشقاء في المنفذ السعودي. نحن في أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري، الجهود تبذل من كافة القطاعات، العمل ماشي على قدم وساق، والجميع يقوم بعمله واختصاصه كخلية نحل واحدة. حقيقة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم جهود كل الطواقم العاملة في الميناء وتنسيق مع الأشقاء في المنفذ السعودي، الأمور تسير بكل ارتياحية وانسيابية،
والذي نامل له أن تستمر هذه الجهود ويستمر عملية التفويج بوتيرة سلسة ومرنة لتجنب الحجاج مشقة وتعب السفر قدر المستطاع. تبذل جهود كبيرة تمت داخل الميناء في عمل استراحات خاصة بالحجاج مجهزة تجهيزا كامل باحتياجاتها وبعض الاحتياجات الأخرى التكميلية على مستوى البنية التحتية، وكل هذا بترتيبات من إدارة الميناء بإشراف ومتابعة مشترك مع السلطة المحلية ورئاسة هيئة النقل البري. بفضل من الله ثم المخلصين في هذا المكان الوديعة وإكرام وتسهيل المعاملة، الأخ المدير مطلق الصيعري جزاه الله خير وجزا الله الشباب اللي معه موجودين، وكذلك دخلنا إلى داخل أكرمونا بالعصير والحليب والبسكويت، وحصلنا الوزارة الصحة موجودة ويعالجوا المرضى ويكرمون الناس، فهنيئا لهم بهذا العمل وعلى الاستقبال هذا الطيب كاستراحة كمخيم طبي كغيره كأشياء يحتاجها الحاج أو المسافر. لم يوجد في هذا الحرب تأخير أو كذا، وألف شكر لهم وإن شاء الله ندعي لهم في مكة. كل القائمين في المنفذ هنا قدموا لنا خدمة طيبة، نشكرهم بالترتيبات للحجاج بيت الله الحرام ونشكرهم ونعم فيهم. صراحة لقينا أفضل استقبال وبدرجة لم نكن نتوقعها نهائيا إطلاقا. خدمات ما قصر جزاهم الله خير، إن شاء الله بيحصلونا بميزان حسناتهم إن شاء الله. وصلنا لهنا للمخيمات والماء والنعمة والخير، جزاهم الله خير وكتب أجرهم وشكر سعيهم. وقد وقفنا في منفذ الوديعة ولقينا ما يسر وما يبرد القلب والخاطر، وإن شاء الله ربنا يطرحهم في أجرهم. شكر جميع من قاموا على تسهيل الحجاج بيت الله الحرام وكتب الله أجور الجميع. نشكر إدارة المنفذ اللي ما قدموا من خدمات لتسهيلات لدخول الحجاج اليمني بشكل عام، وعلى رأسهم الأخ مطلق الصيعري، ونشكر كذلك مكتب حجاج اليمن الذي سهل لنا في الإدخال. ميدانيا أسقطت قوات الجيش طائرتين مسيرتين تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب بعد أقل من 24 ساعة من إسقاط طائرة مسيرة أخرى للميليشيات في مأرب. كما أسقطت الدفاعات طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب. يذكر أنه منذ بداية الهدنة الأممية في إبريل من العام الماضي أسقطت قوات الجيش بين الحين والآخر طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية، وصدت محاولات تسلل الميليشيات في قوات أو في مختلف جبهات القتال. أقدمت عناصر تابعة لميليشيا الحوثي على اختطاف طبيب من أمام أحد المستشفيات بمحافظة إب. وقالت مصادر محلية أن عناصر حوثية على متن طقمين عسكريين أقدمت على اختطاف الدكتور الطبيب إبراهيم محروس من أمام مشفى البدر بجولة العدين في محافظة إب. وتواصل ميليشيا الحوثي حربها ضد القطاعات الخدمية بينها القطاع الصحي واختطاف الكوادر الصحية والاستيلاء على عدد من المراكز، حيث سبق لها السطو على مشافي المنار والأمين والسلامة ومستوصف الخنساء ومؤسسة الرائدات النسوية وجمعيات ومؤسسات أخرى في محافظة إب بقوة السلاح. باشرت اللجنة الوطنية للتحقيق عملية النزول الميداني إلى مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة في إطار أعمال التحقيق التي تجريها اللجنة حول وقائع انتهاكات حقوق الإنسان. واستمع أعضاء اللجنة لعدد من ضحايا الانتهاكات في قرى الجاهلي والعبدلي والحيدرية والرواع والكهرباء وحوزان ومركز جديد التابعة لمديرية ذباب، والتي شهدت وتشهد حتى اليوم سقوط العديد من ضحايا الألغام الفردية. كما قام الفريق بمعاينة آثار الدمار الذي طال مدارس العنبر والجاهلي والحكمة والمجمع الحكومي.
وإلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. وفي الختام نعود لنذكر بأهم وأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلتقي السفير الإماراتي لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وصول أكثر من 19,000 حاج إلى مكة المكرمة منذ بداية التفويج عبر ميناء الوديع البري ومطار جدة الدولي. دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإرهابية في سماء محافظة مأرب. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.